السلام عليكم، وياكم اخوكم الدكتور داني ماما من فريق جي اس ام ميديكال اديوكيشن. موضوعنا راح يكون عن اليوزينوفيليك بولموناري سيندرومز، ضمن الانترستيشيال لانج ديزيز ايضا. طبعا هذا الموضوع يشمل اكثر من جزء، راح ناخذها ان شاء الله بالتسلسل ضمن هذا الفيديو. الايوزينوفيليك بولموناري سيندرومز هي مجموعه من الامراض راح تسبب لنا شنو انفلتريتس للايوزينوفيلز لللانجز وايضا للبيريفيرال بلاد. طبعا عندنا عده اشكال لهاي الامراض. اول واحد اللي هو الالرجيك برونكوبولموناري اسبرجيلوزز، اللوفلر سيندروم، الاكتيوزينوفيليك نيومونيا، وايضا الدراك انديوست اللي هي ايضا راح تسبب لنا هذا الشيء، مثل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراكس مثل الايبوبروفين، فينيتوين، الديبتومايسين، السولفانامايدز، الامبيسيلين، وايضا قسم من الدراكس اوف ابيوز مثل الانهيل هيروين والكوكايين ايضا. ف راح نتحدث بشكل رئيسي عن اول ثلاثه اللي هي الالرجيك برونكوبولموناري اسبرجيلوزيس، اللوفلر سيندروم، والاكيت ايوزينوفيليك نيومونيا بشكل اكثر تفصيل. فراح نبدي باول شكل من اشكال اليوزينوفيليك بولموناري سيندروم اللي هو الالرجيك برونكوبولموناري اسبرجيلوزيس، اللي سببه الرئيسي هو نوع من انواع الفطريات الفيوميجاتس. طبعا هو نوع من انواع الفطريات او اسبرجيلوس سبيشيز. هو شنو هو رد فعل لزيادة الحساسية للاسبرجيلوس سبيشيز، اللي يحدث خصوصا على وجه الخصوص بالأزمة، وأقل من هذا الشيء ممكن يحدث بالسيستيك فايبروزيز أيضا، أو مرضى اللي عندهم سيستيك فايبروزيز. طبعا الجهاز المناعي مالتنا راح يستجيب للأنتيجينز مال الأسبرجيلوس، راح يسبب لنا أوبستراكشن. فإذا ما عالجنا هذا الأوبستراكشن ممكن يتحول ويصير برونكيكتيزيز او بولموناري فايبروزيس. طبعا البرونكيكتيزيس قلنا شنو هو وشرحناه بالموضوع، قلنا هو دايليشن للممرات الهوائيه، يصير تمدد للبرونكاي ويصير عندنا ديستراكشن للوول وزياده بالموكوس. فاذا ما عالجنا الاسبرجيلوزيس ممكن يتحول الى البرونكيكتيزيس او البولموناري فايبروزيس بالمراحل الاخيره او السيفير كيسز. بالباثوفيزيولوجي طبعا راح نشوف انه السبب مو كلش معروف، هو غير معروف السبب. نعرف انه اكو انتيجين، اكو انتيباديز راح تكون ايضا راح تقابل انتيباديز، وايضا سيل ميدييتد اميون ريسبونسز. الانتيباديز مثل شنو عندنا؟ اميون جلوبولين اي والجي، والسيل ميدييتد اميون ريسبونسز عندنا شنو؟ عندنا التايب 1 و 3 و 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز ايضا للاسبرجيلوس انتيجينز. طبعا هذا الشيء راح يسبب لنا ريكيرنت ازما اكسسربيشنز. بعدين راح نجي نشوف شلون نفرقها عن الازما. طبعا بمرور الوقت الاميون رياكشن هنا راح يصير مباشر مع منه، مع التوكسيك افكتس للفنجس. ف هذا الشيء راح يسبب لنا الايروي دامج وايضا دايليشن، وبالاخير راح يسبب لنا البرونكيكتيزيس والفايبروزيس. طبعا الاسبرجيلوس هنا راح يكون موجود بالانترليومينال بارت ويكون نوت انفيزيف. فاحنا عندنا عده اشكال الاسبرجيلوزيس، عندنا الانفيزيف اسبرجيلوزيس، عندنا الاسبرجيلوماس، عندنا الاسبرجيلوس نيومونيا. فاحنا شلون لازم نقدر نفرق بين هذول الاشكال؟ فعندنا النوت انفيزيف اللي هو ده نحكي عنه، وايضا عندنا لازم نفرق عن الانفيزيف اسبرجيلوس اللي هو يحدث بالبيشنتس اللي عندهم نقص بالمناعه اللي الاميونو كومبرومايز، وايضا الاسبرجيلوماس اللي هو مجموعه من الاسبرجيلوس اللي يسبب لنا فراغات او تجاويف، او يسبب لنا سيستيك اير سبيسز، وايضا الاسبرجيلوس نيومونيا اللي يصير بالمرضى اللي ياخذون البريدنيزون لمده طويله، بالاخص بمرضى السي او بي دي ممكن يسبب لنا اللي راح نسميه الاسبرجيلوس نيومونيا. طبعا لازم نفرق بين هاي الاشكال. احنا اللي بدنا نتحدث عنه هو الاسبرجيلوزيس اللي هو نوت انفيزيف. طبعا الكلينيكال فيتشرز بالاسبرجيلوزيس هنا راح يكون شنو؟ راح يكون نفس
الكلينيكال فيتشرز مال الازمة ومال بولموناري سيستيك فايبروزيس. طبعا بالاضافه الى هذا الشيء ممكن يكون عندنا برودكتيف كاف مع الجرين او براون بلاكس، ايضا ممكن احيانا يكون عندنا هيموبتيزس، ايضا ممكن فيفر، هيديك، انوركسيا، ايضا ممكن نشوفه بالسيفير كيسز. اما بالنسبه للساين هنا راح يكون ايضا الساين الموجوده بالاير واي اوبستراكشن مثل الويزينج والبرولونجد اكسبيريشن. طبعا البرولونجد اكسبيريشن هو اللي راح يميز لنا الاسبرجيلوزز عن الازما اكسسيربيشن. نجي للدياجنوزز. طبعا بالدياجنوزز راح نشك انه المريض عنده اسبرجيلوزيس من يكون عنده ريكيرنت ازما اكسسيربيشن او من يكون عنده انفلتريشن بالاكس راي. احنا راح نسوي اكس راي راح نشوف اكو انفلتريتس بالاكس راي، من راح نعيدها اكثر من مره راح نشوف انه يظل عنده انفلتريتس، فهنا راح نشك انه عنده اسبرجيلوزيس لانه هي مرتبطه مع مرضى الازمه. وايضا ممكن نشوف البرونكيكتيزس ايضا بالايماجين ستاديز، ممكن نشوف البوزيتيف سبيوتوم كالتشرز للفيوميجاتس، وايضا ممكن نشوف البيريفيرال ايوزينوفيليا. ايضا هذا الشيء اللي راح يخلينا نشتبه او نشيك بوجود الاسبرجيلوزيس. طبعا هذا الاكس راي يوضح لنا عده اشياء كلش مهمة لازم ننتبه لها، اللي هي أو أهم وحدة هي الجلافت فينجر. هنا نشوف الجلافت فينجر شلون هي مميزة، اللي مثل أصبع القفاز، مثل أصبع القفاز عندنا هيك مثل فروع، مثل فرعين هنا صاير عندنا مثل فرعين، اللي هي بسبب الإفرازات داخل القصبات وأيضا بسبب سماكة جدار الشعب الهوائية. طبعا هذا الشيء مميز جدا بمرضى الأسبرجيلوزيس. أما بالنسبة للتريتمنت، طبعا التريتمنت يعتمد على ستيج، لأنه الأسبرجيلوزيس هنا راح يكون عندنا عدة ستيجات اللي هي 4 ستيجات. احنا لازم نهتم هنا حاليا لازم نهتم بالستيج الاول والثاني اكثر شيء، اللي هي اكثر شيء تنعاد يمنا بالاسئله، اما البقيه يعني نخليها معلومات ببالنا. انه بالستيج 1 نستعمل البريدنيزون طبعا تقريبا نص ملي جرام الى 3/4 ملي جرام بالكيلو الواحد، يعني نشوف الشخص ايش قد كم كيلو هو، نضرب هاي الرقم بعدد الكيلوات وننطيه بير اورال مره باليوم من اسبوع الى 4 اسابيع، وبعدها راح نبدا ننقصها ونستمر 4 الى 6 اشهر، وبعدها راح نسوي الاكس راي والبلاديوزينوفيل كاونت، وايضا راح نسوي الاميونوجلوبولين اي ليفلز، نسوي تشيك يعني للمريض ونشوف التطور مالته. اذا استمر اكثر من ال6 شهور فهذا راح يكون هو ستيج 2، هنا راح يحتاج مونيتورينج انيوال مونيتورينج، وايضا راح نستمر بالعلاج بنفس البروتوكول. اما اذا صار عندنا ريلابس بالستيج 2 فراح يكون عندنا ستيج 3، هنا راح نبدي غير بروتوكول باستعمال البريدنيزون. اذا البريدنيزون ما استجاب ايضا فاحنا هسه بالستيج 4، هنا بالستيج 4 بعد البريدنيزون ما يفيد فنستبدله بالانتي فانجل دراكس، هنا اللي هو الاتراكونازول 200 ملي جرام بير اورال مرتين باليوم لمدة 4 شهور تقريبا او 16 اسبوع كدواء بديل للبريدنيزون. نيجي لللوفلر سيندروم. طبعا اللوفلر سيندروم هو شكل من اشكال الايوزينوفيليك بولموناري ديزيز، يكون تقريبا اسيمتوماتيك ومرات يكون عندنا مايلد ريسبيراتوري سيمتومز. اهم وحدة هي الدراي كاف، ايضا ممكن نشوف البيريفيرال بلاد ايوزينوفيليا، هذا الشيء دائما نشوف مشترك بكل الامراض اللي راح نتحدث عنها اللي هي البيريفيرال بلاد ايوزينوفيليا، يعني صعود الايوزينوفيلز ليفل بالدم. وايضا عندنا بايلاترال بيريفيرال انفيلتريتس اللي راح نشوفها هسه بالابر لانج فيلدز،
الباراسيتيك انفكشنز ممكن تكون السبب، اللي هي الاسكاريز لومبريكويدز ايضا اللي ممكن تكون سبب بهذا المرض، ولكن الايتيولوجي هنا او المسببات المحدده لهذا المرض طبعا ممكن ما نشوفها بثلث البيشنتس او ثلث الكيسات اللي تجي. بالنسبه للدياجنوزس لللوفلر سيندروم هنا تعتمد على الكاركترستيك اند اوفن ترانزيت ريسبيراتوري سيمتومز، ايضا للاكس راي تعتمد على شكل الاكس راي شلون راح يكون، هسه راح نجي نشوفه، وايضا البريفيرال بلاد ايوزينوفيليا اللي راح يحدد لنا ايضا الجروب ككل. ممكن ايضا نحتاج انه نسوي ديفرنشال دياجنوزيس بين هذول الامراض اللي هم بنفس المجموعه. يعني كمثال عندنا الاكيد ايزونوفيليك نيومونيا اللي هسه راح نجي ناخذه بعد هذا المرض. هنا شلون هنا راح نحدد المرض، شلون راح نميز بين انه اكو سيفير هايبوكسيميا وايضا اكو عدم وجود لزياده بالبلاد ايوزينوفيلز بالاونست اوف ديزيز ببدايه المرض مباشره. فهذا الشيء اللي خلينا نفرقه عن اللوفلر سيندروم ايضا. والتريتمنت لللوفلر سيندروم طبعا هو سيمتوماتيك، وممكن راح يكون الكورتيكوستيرويد هو افضل ما موجود عندنا حتى نوخر السيمتومز لللوفلر سيندروم. نجي نشوف هنا الاكس راي. اهم شيء عندنا بالاكس راي هو البايلاترال بيريفيرال انفلتريتس هنا بهاي الجهه وبهاي الجهه طبعا بالابر لانج فيلدز، وايضا اللي راح نسميها الريفرس بولموناري ايديما ساين. طبعا هذا اهم ما موجود باللوفلر سيندروم. طبعا هو تقريبا رير ديزيز، ما يحدث بصوره كبيره مثل الاسبرجيلوزيس او الايوزينوفيليك نيومونيا. نجي للاكيد ايوزينوفيليك نيومونيا ونشوف انه هو غير معروف السبب. طبعا المميز به انه يصير سرعه بالانفلتريشن للايوزينوفيلز باللنج انترستيشيوم، وممكن يحدث باي عمر، بالاخص بين العشرين والاربعين، وايضا يصير بالميل والفيميل بنسبه 2 إلى 1. مثل ما قلنا الكوز هو unknown غير معروف. ممكن السبب ايضا يكون الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن ل انهيلد انتيجين. احنا ما نعرف الانتيجين اللي فات اللي صار رياكشن وياه. طبعا ممكن ايضا السيجاريتس والسموك اكسبوجر ايضا تكون مشموله بالاسباب، ولكن يبقى هو الكوزز مالته الناون. اما بالنسبه للكلينيكال فيتشرز هنا راح تكون شويه اشد، اللي هي الاكوت فيبرال ايلنس اللي هي يعني الحمى الحاده، طبعا تقريبا تبقى اسبوع. السيمبتومز راح يكون عندنا نون برودكتيف كاف، ديسبنيا، ماليز، ايضا راح يكون عندنا مايالجيس اللي هي الم في العضلات، نايت سويتس، وايضا بليوريتيك تشيست بين. اما بالساينز هنا راح يكون عندنا تاكيبنيا، فيفر، تقريبا الحراره عاليه 38.5، الباي بازيلر طبعا اسبيراتوري كريكلز اللي هي الكريكلز اللي راح نسمعها بالبيس اوف ذا لانج، يعني بالجهه السفلى القريبه من الدايفرام. ايضا ممكن نسمع الرونكاي بالفورس اكسهيليشن. طبعا البيشنتس اللي يكون عنده اكيد ايوزينوفيليك نيومونيا يكون دائما بريزنتد مع منه مع الاكيد ريسبيراتوري فيلير، هنا يحتاج الميكانيكال فنتيليشن. اما بالنسبه للدياجنوزيس فهنا راح نشتبه به من يكون الشخص عنده اكيد نيومونيا وما يستجيب للعلاج اللي هي الانتي بايوتكس، فهنا راح نشك انه عنده ايوزينوفيليك نيومونيا. الكونفورميشن للدياجنوز هو البرونكوسكوبي، وايضا التشيست اكس راي ينطينا معلومات عن الريتيكولا والجراوند جلاس اوباسيتيز. الهاي ريزولوشن سي تي سكان ايضا راح ينطينا الجراوند جلاس اوباسيتيز مع الريتيكولار اوباسيتيز، ايضا هسه راح نجي نشوفها. البليورال فلويد اكزامينيشن راح تشوفنا انه اكو ايوزينوفيليا مع ايضا صعود بقيمه البي اتش. الدي ال سي او ايضا راح يصير ريديوس، لانه قلنا الانترستيشيال لانج ديزيز اللي يميزها انه عندنا لو دي ال سي او بالبولموناري فانكشن تيست. وايضا البرونكو الفيولار لافج فلويد هنا غالبا تكون باعداد كبيره ايضا او بنسبه كبيره اكثر من 25% للايوزينوفيلز.
نجي للسي تي سكان. طبعا بالسي تي سكان اللي راح يميز السي تي سكان هو شنو؟ الجراوند جلاس اوباسيتيز اللي هي كلش مميزه ومبينه واضحه، والاوضح من هذا الشيء اللي هي الانترالوبيولار سيبتال ثيكنينج بالبوث لانجز، مثل خطوط تكون سميكه. وايضا عندنا بلورال افيوجن. البلورال افيوجن هنا راح نشوفها بالبيريفيرال بارت بالجهتين، يعني بايلاترال هنا وهنا، وايضا بالاكس راي ممكن نشوف الريتيكولار دنسيتيز والجراوند جلاس اوباسيتيز، ايضا نقدر نشوفها واضحه. ولكن السي تي سكان الهاي ريزولوشن سي تي سكان هو طبعا ادق وافضل بالتشخيص. اما بالنسبه للتريتمنت طبعا فراح نستعمل دائما الكورتيكوستيرويد، سيستميك كورتيكوستيرويد. ممكن البيشنتس اكو قسم من البيشنتس ممكن يصير عندهم استشفاء يعني تلقائي، اما بقيه البيشنتس ممكن نعالجهم بالبريدنيزون 40 ل 60 ملي جرام ايضا مره باليوم. وايضا بالبيشنتس اللي عندهم ريسبيراتوري فيلير راح نستعمل البديل اللي هو الميثيل بريدنيزولون بدال البريدنيزون، طبعا هو المفضل والبروجنوزيس دائما تكون جيده، والريسبونس للكورتيكوستيرويدز ايضا باغلب الاحيان او بكثير من الاحيان بنسبه عاليه ايضا يكون جيد. طبعا هذا اهم ما موجود بهذا الموضوع. ان شاء الله نكون استفدنا من المعلومات اللي بيه. اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على موقع الجي اس ام دائما. ان شاء الله نكون وياكم دائما بالاجابه لجميع استفساراتكم واسئلتكم. بالتوفيق للجميع. كان وياكم اخوكم الدكتور داني مامو من فريق جي اس ام ميديكال اديوكيشن. نشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمه.